وعندها اصغر كوزينه في العالم. شوفوا معايا دابا بقات هي هكا كتبول من كرشه. بقات دابا تتبول من كرشه. راه خبزه هي الاخر ما كان ما كنلقاش باش نشريها. لي كوشه هي الاخر ما كنلقاش باش نشريها. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تكلم الزميل مصطفى اللي بطبيعه الحال رفقته هشام، ومشكورين الطاقم التقني اللي كيتبعوا الملفات بطبيعه الحال الانسانيه بشكل كبير. كنتواجدوا الان في منطقه عين عتيق، اعتقد نواحي الرباط. قصه كتالم. حنا في سطح واحد المنزل ديال واحد انسانه عندها 39 سنه، عندها جوج بنيات عفوا الزوج ديالها انسان عادي على قد الحال، تيخدم حارس ليلي. الغريب في الموضوع انه كتسكن في هذا البيت في هذا السطح وعندها اصغر كوزينه في العالم. شوفوا معايا لانني لست ابالغ في الكلام، تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام، هذه هي الكوزينه. التقنيين راه غادي يوضعوها في الصوره. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الموضوع ديال هاد السيده اللي كتعاني الامرين. السلام عليكم. كي داير اختي؟ لاباس؟ بخير. اجي تعاودي ليا القصه ديالك مع هاد المنزل، مع المعاناه اللي كتعيشيها، وتعاودي ليا على البنيه اللي غريب مسكينه كت ما عرفتش اش غنقول لك. راه مصطفى هو قدم في الموضوع قبل، ما عرفتش اش غنقول لك والله ما عرفتش. انا كنرتابك في هاد الملفات. الابنه ديالك كتبول من البطن ديالها ياك؟ عاودي ليا من الاول. من البطن ديالها. عاودي ليا كيفاش كتعيشي هنا؟ كنعيش هنا كما شفتو، عندي غير بويت وراجلي ما فحالوش على قد الحال عزاز، وانتوما شفتو الحاله كيفاش. عندي غير واحد الكويزينه صغيره، وهاد البيت كناكل فيه وكنشرب فيه. ما قديتش نهضر والله. واخا غادي نساعدك. عاودي ليا البنيه، عندك جوج بنيات، عاودي ليا. عاودي ليا. حنا راه معاك في التصوير، ومعاك كذلك مباشرة كاين لايف في مغارب نيوز بشكل مباشر. انا حاس بيك وغنبقى معاك ان شاء الله تنتوفقوا، والمغاربه ولاد الخير ولاد الكرم غادي يساعدوك ان شاء الله يا رب. تعاودي ليا، عاودي ليا على بنياتك. تاثر فيا بزاف على البنت اللي عانيت معاها من 6 شهور. نعم. وانا كنعاني مع بنتي حتى لحد الان. بنتي انا ما كان عندها حتى مشكل، زادت عاديه. ديتها على اساس سخانه، ملي ديتها قالوا لي عندها المسارن. ما جيت فين رجع العين عتيق حتى ولات كترد لي الدم. ديتها باش يشوفوا شنو هو المشكل، شدوها تنعس مده 3 ايام. ملي داروا ليها التلفازه قالوا لي راه عندها الكلاوي، عندها الكلاوي نشفوا ليها من الماء. دازت واحد السيمانه وما يديروا ليها، داروا ليها واحد التيومه لتحت على اساس باش ياخذوا ليها البوله ديالها باش يديروا ليها واحد التحليله. نعم. تنتوقع بلي البنت هبطت ليها النبوله. انا ما عرفتش، انا مع الطب اللي تيعرف، انا ما عرفتش كيفاش تهبطت ليها النبوله ديالها. ولاو تيقولوا لي راه عندها خليقه، وانا بنتي تزادت عادي، ما تزادت فيها حتى شي حاجه. مشيت على اساس بلي راه البنت غادا عندها المسارن. يعني العمل اللي داروا ما نجحتش. داروا ليها ملي طاحت ليها، هبطت ليها النبوله، هبطت المستعجلات. كانت جات معايا واحد السيده من العائله هي اللي دخلت معها، قالوا لي راه، قالت لي راه جر ليها واحد الطبيب، جر ليها التيو ديال النبوله من النبوله ديالها. ما قالتهاش ليا حتى دازت شي ايامات، عاد قالت لي راه بنتك راه هما اللي خرجوا عليها.
صافي هما يعيطوا على الطبيب الجراح، دار ليها واحد التقيبه في الكرش ديالها باش تبول، ما بالتش. بقاو تيعاودوا ليها عمليه اخرى، نعسات في الانعاش. الطبيب تيردني للطبيب، تيقول لي بنتك راه الطبيب اللي متبع ليها. تنمشي عند الاخر تيقول لي بنتك راه الطبيب اللي متبع ليها، الطبيب ديالها اللي خاصو يشدها. شويه ولا تيقول لي خاصك تخرجي هاد البنت، راه ما عندها حتى مشكل. صافي والزوج ديالي ملي شاف البنت ديالو بحال هكاك، قال لي ما انا ما نخرجش بنتي، انا نحرق راسي هنايا، نحرق راسي في السبيطار. انا بنتي طرا ليها المشكل عندكم، طرا في الطبقه الرابعه، والسبيطار ديال الدوله. والسبيطار ديال الدوله، ماشي زعما شي سبيطار الكلينيك ولا سبيطار الدوله. صافي جلس في الدس، قال لهم الا ما درتوش مع بنتي شي حاجه غادي نحرق راسي هنايا. صافي ودخلوا الناس، دخل الماجور قال لي عير صبر، ما غتكون حتى حاجه بنتك، راه ما غاديش زعما البنت ديالك راه ما غاديش نلوحوها تتعالج. دوزت العمليه الاولى ما نجحتش، دوزت العمليه الثانيه، عاود ثاني العمليه الثالثه، دار ليها واحد جوج تقيبات، وحده في اليسار وحده في اليمين، الكلوه اليمنيه ما تتهبطش البول بزاف، ناقصه، والكلوه اليسريه تتسد ليها ما بين الكلوه اليمنيه، ما بين اللحم والجلده تيتنفخ ليها، تيرجع ليها البول. دابا بقات هي هكا كتبول من كرشه. بقات دابا تتبول من كرشه. ما حاولتيش انت وراجلك مسكين عساس هو تيخدم؟ لا عساس على قد الحال. ما حاولتيش انت تقلبي يعني تشوفي بعدا نعرفوا واش كاين شي امال في شي عمليه اخرى اللي دار ليها اللي تصح وتعيش بحال الناس؟ شي ما كاينش. درنا عمليات، كل مره تيقول لي غندير ليها هاد العمليه، غتنجح ليها، غندير ليها هاد العمليه غتنجح ليها. ملي سد ليها هذيك الجنب اليسري كانت تتبول منه، خلى ليها العرق ديال الكلوه. شحال العمليه؟ ثلاثه. دابا هذه ستة العمليات دابا اللي دارت. ستة العمليات كتخيط هي. ستة العمليات تتخيط، وانا لو وريت لك في التليفون تصدم، لو وريت لك دابا العمليه اللي دارت الاخرى تصدم. ودابا كاع الطرز دار في هاد الدريه، الطرز الرباطي والطرز الفاسي. ملي سد ليها دوك التقيبه اليسريه، خلى ليها الوسطانيه وخلى ليها اليمن، حيت قال لك الكلوه اليمنيه ميته، ناقصه بزاف على اليسريه، والكلوه اليمنيه تعطي الميكروب الاخرى. دار ليها عمليه واحده اخرى. شنو اللي بان لك دابا انت؟ واش هاد البنيه باقي كاين شي امل في شي عمليه اخرى ان شاء الله توفق هاد البنيه، ولا ما كاين والو؟ انا ما تيبان ليا حتى عمليه غادي تكون، حيت فين ما تيدير ليها شي عمليه كتحل ليها الفتحه، تيولي داك الشيء تيبان لك راه الداخل ديالها هكاك تيبان. وانا تصدمت، انا ما عرفتش، انا ما قارياش. كيفاش كتعيشي بعد دابا في الدوايات وهادشي؟ منين انت ما عندك حتى حاجه هنا؟ شي حاجه الغالب الله، راه خبزه هي الاخر ما كنلقاش باش نشريها، ليكوشه هي الاخر ما كنلقاش باش نشريها. انا مريضه في الدات ديالي ما لقيش باش ندوز، حيت مقابله بنتي، ما نقدرش نسمح في بنتي. ونهار كبير اللي جيتي عندي، ونهار كبير اللي جيتي عندي. واش يجيناك؟ والله المحسنين يعاونوني وقدروا الظروف ديالي. انا غادي نرجع لعندك باش تعطيني الكلمه الاخيره. مشاهدينا الكرام، قصه كتالم والله العظيم، وهنا كنمشيو لموضوع اخر ولكن هو متقارب مع هذا الوضع. انا هنا لفت الانتباه ديالي واحد الشعار اللي كان قالو رئيس الحكومه ملي قال لنا التغيير، ولكن شي تغيير اكثر من هذا؟ وهذا سؤال هنا كنسولو، هاليسانسو داير 12 درهم والقمه في المعاناه، من يهتم بهذه الفئات؟ وهذا هو السؤال. هذا ودابا هاد السيده في هاد البيت الى ما وصلنا الصوت ديالها حنا شنو هو دورنا؟ واذا كان عكس هذا الكلام حنا راه الاشاره. يجي اي انسان هنا، اي مواطن مغربي، اي مسؤول يشوف هاد العائله كيفاش كتعيش. اب ما فحالوش، الفقر ماشي عيب، هو اختبار في الدنيا، بحالو بحال الغنى، الغنى اش غدير به والفقر واش غتصبر ليه، هذا امتحان. ولكن عطانا ربي يد الله مع الجماعه، من يهتم بهاد الفئات بالاخص في المؤسسات. عندها جوج ديال البنيات صغار، عندها بنيه دابا
ما تبغيش تخرج ليا، ولكن غنقولها كتبول مسكينه من كرشها، خبزه هي الخره ما عندهاش، شكون غادي يشوف من حال هاد الناس؟ وزارة التضامن من يهتم؟ وهنا كيتطرح سؤال، تا هاد وزارة التضامن ما هي منهجية الاشتغال في مثل هاد الحالات؟ وهذا هو عمق الشق الإنساني في الموضوع، باش نزيدوا البلاد بالإمكان ديالنا باش تكون الأمور ديال هاد العائلة ولا الوضع ديال هاد العائلة يوصل، هناك منهجية محكمة تشتغل على هاد الدولة. عندنا القيد ويقولها الشيخ ديالو، والشيخ ديالو يقولها للقيد، من المقدم تنوصلوا للقيد، والقيد يدير تقرير، وتقرير دار العمالة، والعمالة ديال كل منطقة تحيل هاد الشيء للوزارة المعنية، ونشوفوا التكافل الاجتماعي كيدير. راه هذا سؤال، من يهتم بهاد الفئات؟ أنا قلتها في السابق وكنعاود نكررها، من أولوياتي الشق الإنساني، وهاد الناس ذنبهم شناهو؟ ما عرفتش والله العظيم. لا قول أختي اللي عجبك، كلنا فقراء إلى الله عز وجل، قولي اللي بغيتي، وجهي النداء ديالك لجل المغاربة، المغاربة كرماء ولاد الناس، سواء ولا اللي في الداخل ولا الجالية المغربية بشكل خاص، كيهتموا بهاد الحالات، كيبحثوا على أجرهم مع الله عز وجل. قولي لي الطلب ديالك للمغاربة، شنو الطلب اللي بغيتي انت؟ قولي، خرجي اللي في قلبك. الطلب ديالي هو يشوف هاد البنية يحسنوا بها، اللي قد على شي حاجة يعاوني بها، حيت عندي تحاليل تيديروا 22,000، وعندي التلفازة ما تدير 10,000 ريال، تال 12,000 ما عنديش، لي الباكيت لي كلشي هي الاخر ما عنديش باش نشريها، راه تدير 1600. بعد مرات ما تلقاش ما ندير ليها، كندير ليها عا واحد الميكا، راه لو كنتي تشوف راه هي فين هي، هي اللي تنفرش ليها، ما حيت ما عنديش باش. دابا فلوس الكوشه كدير لها الميكا؟ فلوس الكوشه كندير ليها ميكا، كتفزك حوايجها كاملين، كنبات نبدل. وهي مريضه مسكينه وكتبول من كرشها؟ كتبول من كرشها. والله العظيم اللي تلفت انا بالله، وانا نقول لك اللي كاين، الله يفرج عليك من بابه الواسع يا ربي. مشاهدينا الكرام، انا غادي نقول شرح الواضحات من المفضحات. سمعتوا الدريه كتبول من كرشها، سمعنا ليك واش كديروا ملاها في ميكا، رغم انه عندها ظرف استثنائي، ان عندها وضع صحي كارثي. من يتحمل مسؤوليه هذا الوضع؟ وهذا هو عمق الموضوع. مشاهدينا الكرام، النداء الاخير هو كنطلبوا الله عز وجل والمغاربه في المغرب وخارج المغرب، اننا نضفروا الجهود بيننا ونساعدوا هذه الاخت، وهذا هو الحج صراحه. من يتحمل مسؤوليه هذا الوضع؟ عندي جوج باكيات ديال اللي كوش في السيمانه وما تيقدونيش، بغيت المحسنين يعاونوني. واخا اختي الله يفرج عليك يا ربي. انا ما بكثره البكا اللي كنت نبكي مع بنتي شحال هادي، ما بقاوش الدموع تيبغاو يخرجوا ليا، انا وليت مأثره بزاف وليت معصبه. ماشي ماما، انت كانت 39 عام وتحملتي جبال زيتيهم فوق من راسك، لا اله الا الله. اختي الله يفرج عليك يا ربي يا ربي. مشاهدينا الكرام، حتى لا اطيل عليكم، تبعتوا معنا القصه، ومشكورين المغاربه سواء اللي في الفيسبوك جريدة مغارب نيوز الإلكترونية، اللي كانوا يجعلهم الشكر كذلك على الدعم ديال المساعدة، وكذلك المتتبعين في القناة في اليوتيوب، كانوا يجعل لكم الشكر جزيل أنكم كتساعدونا في البختاج باش نوصلوا معاناة هاد الناس في خضم الموضوع. النداء ديالي لجل المغاربة كذلك، يدخلوا عندنا الفيسبوك للاطلاع على مجموعة من القصص الإنسانية. النداء الأخير هو كنطلبوا الله سبحانه وتعالى والمغاربة، غنوضع رقم الهاتف ديال الأخت، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، رقم الهاتف فيما يخص الفيسبوك اللي هي في المباشر هو هذا اللي وصلني الآن، الرقم الهاتف ديال الأخت هو 06-44-56-52-63. الرقم ديال الأخت هو 06-44-56-52-63.
63 فيما يخص الناس اللي تبعوا معنا القصة في اللايف. وهذا الرقم الهاتف كذلك غادي نوضعوا في القناة في اليوتيوب في الفيديو ديالها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.